بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان، أحييكم أجمل تحية من صالة نادي التحيل في مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد، ولقاء ودي بين منتخبنا القطري والمنتخب المصري في مباراة تجريبية أولى في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة الآسيوية العشرين لمنتخبات الرجال التي ستقام في السعودية خلال يناير القادم، والمؤهلة لبطولة العالم والتي ستقام بإذن الله في بولندا السويد 2023. كرة أولى كانت رايحة على المنتخب المصري، وهنا أيضا تصويبة كانت من فرانكيز سريعة تعود للمنتخب المصري. مصر رابع الأولمبياد وسابع العالم والقادم لهذه المباراة التجريبية بكامل نجوم المحترفين. حاول وتصدي من كريم هنداوي الكرة الماضية، إذا تصدي ثاني لكريم هنداوي حارس مرمى المنتخب المصري، ومحاولات ما زالت في الملعب لإحراز الهدف الأول حتى الآن للمنتخب المصري. تشكيلة المنتخب المصري نشاهد أحمد الأحمر قائد المنتخب المصري وقائد نادي الزمالك، عمر الوكيل بكار، عبد الرحمن فيصل، كريم هنداوي، عبد الرحمن حميد، يحيى الدرع، سيف الدرع، محسن رمضان، وعمر خالد كاستيلو. حاول وهدف أول يأتي لمصلحة المنتخب المصري عن طريق أحمد الأحمر، خداع جميل كان واختراق كالعادة من قائد المنتخب المصري أحمد الأحمر صاحب 37 عام. محاولة لمنتخبنا ولكن مقطوعة من المنتخب المصري. كرت تشكيلة المنتخب المصري: أحمد عادل، إبراهيم المصري، علي زين، أحمد خيري، يحيى خالد، وممدوح هاشم يدرب الفريق المدرب الأسباني روبرتو غارسيا. بينما تشكيلة منتخبنا راح نذكرها في حالة هجوم منتخبنا بإذن الله. يدير هذا اللقاء طاقم دولي قطري مكون من السيد خالد الهيل والحكم القاري خالد الشيب، قاتي زكريا بومضيل، ومسجل حسين المهيسع. هدف ثاني جميل للمنتخب المصري، وهذه المرة عن طريق نجمه ونجم نادي برشلونة علي زين، نجم نادي برشلونة ونجم المنتخب المصري علي زين صاحب التصويبات الجميلة القوية من هذا اللاعب علي زين، عقد احترافي مميز بعد أن خاض تجربة احترافية في الكثير من الدول الخليجية بالتحديد نادي الشارقة وأيضا النادي العربي القطري. تمريرة ممتازة وهدف أول يأتي لمصلحة منتخبنا عن طريق يوسف بن علي نجم النادي العربي اللي خاض فترة احتراف قصيرة مع نادي برشلونة، ومن المحتمل أن يستمر هذا الاحتراف حتى نهاية هذا الموسم. يوسف بن علي إذا يسجل أول أهداف منتخبنا. خطأ وإنذار على يوسف بن علي، هذا يوسف بن علي واضح على الشاشة. تعود الكرة لمصلحة المنتخب المصري، 2-1 إلى الآن تقدم للمنتخب المصري في 5 دقائق لعب حتى الآن. علي زين، أحمد الأحمر، أصويبة ورشيد يوسف، وإيقاف دقيقتين على من؟ على أحمد نادر. أحمد نادر لاعب نادي التحيل، لاعب رقم 14، لاعب تدخل ودفاع على مستوى العنق كان ضد اللاعب أحمد الأحمر، بالتالي يخرج الإيقاف لمدة دقيقتين. محاولات علي زين والتمرير، برافو رشيد يوسف، تصدي ممتاز ورائع من رشيد يوسف حارس مرمى نادي السد ومنتخبنا القطري في هذه التصدي الجميل اللي كان من محمد ممدوح هاشم. إذن فرصة هدف ثالث تضيع على المنتخب المصري.
تشكيلة منتخبنا. نشاهد فرانكيز وأحمد مددي ويوسف بن علي ورافاييل. يا سلام عليك لاعب 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 أحمد مددي يسجل هدف التعادل بتكتيك جميل يجريه منتخبنا بجملة تكتيكية رائعة كانت عن طريق أحمد مددي، أناها بالهدف الثاني لمنتخبنا. اثنين اثنين، محاولات لمنتخب مصر والكرة عند سيف الدرع. محاولات سيف، التمرير لعلي زين والبحث عن هدف ثالث ورشيد يوسف. يا سلام عليك رشيد يوسف، تصدي ممتاز ورائع رغم الزاوية الكبيرة التي أتيحت لهذا اللاعب اللي هو كاستيلو عمر خالد نجم النادي الأهلي المصري. إذن عمر خالد يضيع عليه فرصة هدف ثالث للمنتخب المصري وما زال النقص العددي في صفوف منتخبنا القطري. محاولات زكي يوسف، أحمد مددي، كرة جميلة لو دخل فيها كان في ثغرة بالمنتخب المصري. محاولات يحاول منتخب عن طريق زكي، التصويبة الجميلة ممتازة ممتازة ممتازة، برافو برافو، هدف جميل مسجل عن طريق زيكو. محمود زكي إذن نجم نادي الغراف القطري، وإنذار من الحكم القاري خالد الشيب على اللاعب يوسف بن علي أو رافاييل. إنذار على رافاييل كابوتيه. إذا تقدم لمنتخبنا عن طريق محمود زكي. محاولات المنتخب المصري مقطوعة من دفاعات منتخبنا السريعة، تعود لمنتخبنا عن طريق فرانكيز. يحاول زكي، محمود يحاول يمررها، هي خطأ وصافرة وإيقاف للوقت. يبدو بأن هناك عقوبة، راح نشاهد اصطدام كان غير مقصود طبعا من محمود زكي واللاعب محمد ممدوح هاشم. شوف التدخل كان من محمد ممدوح هاشم على محمود زكي اللقطة الماضية. هل هناك عقوبة؟ راح نشاهد. خروج إذن لمحمود زكي بعد دخول أخصائي العلاج في ثلاث هجمات، راح يخرج في ثلاث هجمات، وهي من التعديلات الجديدة في قانون كرة اليد. في حالة دخول أخصائي العلاج وبدون عقوبة يخرج اللاعب المصاب لثلاث هجمات متتالية لمنتخبنا القطري. نزول لكمال الدين ملاش نجم نادي الريان ومنتخبنا العنابي. كرة عند فرانكيز، سلام تصويبه وكاتونجا، كاتونجا في المكان المناسب. فرانكيز مارسو نجم نادي الكويت الكويتي، رحلة احتراف مميزة حتى الآن مع نادي الكويت الكويتي لفرانكيز نجم منتخبنا القطري. عود الكرة لمصلحة المنتخب المصري إذن، ونزول أحمد نادر بعد استنفاد عقوبة الإيقاف لمدة دقيقتين. محاولة لأحمد الأحمر، علي زين الدرع، يا سلام دوران خداع جميل بطريقة الدوران يخادع فيها يوسف بن علي. نشاهد مهارة جميلة كانت من سيف الدرع نجم نادي الزمالك المصري ومنتخب مصر. 22 عام لهذا اللاعب، متر و87 سيف الدرع. رمي 7 امتار اولى لمنتخب مصر، والمتخصص كالعادة النجم الاوحد احمد الاحمر. 9 مشاركات بطولات العالم و4 اولمبيات للنجم احمد الاحمر، يسجل اول اهداف المنتخب المصري عن طريق رمية 7 امتار ناجحة لمنتخب مصر.
هدف التعادل. 10 دقائق من رابع الأولمبياد وسابع العالم مع منتخب قطر، ثامن العالم. وهنا كابوتي يضع اسمه في سجل قائمة الهدافين، وهدف أول رائع كان من كابوتي من خارج المنطقة لرافاييل كابوتي. هذا فاليريو مدرب منتخبنا القطري، إنجازات عديدة وكبيرة لهذا المدرب، أحرز مع منتخبنا على 4 ألقاب آسيوية على التوالي، و9 مشاركات لمنتخبنا العنابي في بطولات العالم. انتظار مشاركة 10 بإذن الله في حالة تأهلنا في بطولة آسيا القادمة، والتي من خلالها يستعد منتخبنا في هذه اللقاءات التجريبية مع الكثير من المنتخبات. منتخبنا لعب في بطولة قطر الودية أمام إيران والكويت والسعودية. هدف رابع للمنتخب المصري كان عن طريق سيف الدرك. كابوتي، كرة تعود لمنتخبنا، جانب من الجماهير المصرية الحاضرة في صالة الدحيل في مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد لمؤازرة المنتخب المصري. منتخب المصري الذي شارك أيضا في دورة السعودية الودية بمشاركة منتخبات السعودية والبحرين والمغرب، وفاز في جميع مبارياته، أيضا عند مشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودية التي ستقام في فرنسا 7 يناير ويلعب مع الدنمارك وفرنسا. هدف ملغي بداعي النزول لكابوتي. علي زين تعود لكرة المنتخب المصري ورمية 7 أمتار، وهناك عقوبة إيقاف لمدة 2 دقيقة على من؟ على كابوتي. رافا دخل كان من رافاييل كابوتي على محمد ممدوح هاشم. رمية 7 أمتار ثانية للمنتخب المصري عن طريق أحمد الأحمر. أحمد التصدي، ولكن تدخل المرمى ويسجل منها منتخب مصر الهدف الخامس وهدف التقدم. ثلاث أهداف لأحمد الأحمر، هدف لسيف الدرع وهدف لعلي زين. بينما منتخبنا سجل 4 أهداف عن طريق محمود زكي ويوسف بن علي وأحمد مددي ورافاييل كابوتي. محاولة لمنتخبنا عند زكار، تعود أحمد مددي يحاول زكار، تصويبة قوية ولكن في القائم، في القائم ترتد سريعة، تعود للمنتخب المصري. هجوم مرتد سريع في الجهة اليسرى، علي زين في المنتصف إلى الجهة اليمنى أحمد الأحمر، والدخول الخاطئ، خطأ مهاجم على أحمد الأحمر. نعم، قرار صحيح من حكم اللقاء. شاهد الصدر المفتوح في الدفاع المثالي لأحمد مددي، يجبر أحمد الأحمر بهذا الدخول الخاطئ على أحمد الأحمر. إذن تعود الكرة لمصلحة منتخب، نقص عددي وخروج الحارس ونزول لاعب بدلا من حارس، إذن مرمى خالي. أحمد فرانكيز، يو 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 يا فرانكيز، يسجل أول أهداف فرانكيز. ممتازة ممتازة ممتازة، سريعة الكرة من المنتخب المصري عن طريق كاستيلو، يسجل أول أهدافه عمر خالد نجم الأهلي المصري الملقب بكاستيلو. هنا هدف فرانكيز، وضعها في زاوية صعبة على كاتونغا حارس مرمى منتخب مصر، نجم منتخب مصر الأخطبوط كريم هنداوي صاحب 33 عام، 6 بطولات عالم لكاتونغا حارس مرمى المنتخب المصري.
إبراهيم المصري، والإنذار على إبراهيم المصري بهذا الشد الواضح في الإعادة على محمود زكي. تستنف الكرة، فرانكيز حاول، إنذار ثاني أيضا على محمد ممدوح هاشم. إذا إنذارين لكل فريق أو لكل منتخب، إنذارين على منتخبنا العنابي وإنذارين على منتخب الفراعنة المصري. محاولة يوسف بن علي لكن تطول على يوسف بن علي، تعود سريعة للمنتخب المصري. الدرع، تمريرة، كاستيلو يهدي المنتخب المصري. أحمد الأحمر، علي زين يبدأ ينظم هجمته المنتخب المصري. ذكرت بأن هذا اللقاء ضمن المباريات التجريبية لاستعدادات كلا المنتخبين، سواء منتخبنا القطري لتصفيات كأس العالم والتي ستقام في المملكة العربية السعودية في الشهر القادم، وأيضا المنتخب المصري واستعداده لبطولة أمم أفريقيا التي تم تأجيلها بعد قرار التأجيل، وكان مقرر إقامتها في المغرب في 13 يناير. هدف سجل عن طريق علي زين، الهدف الأخير للمنتخب المصري وهو الهدف الثاني لعلي زين نجم نادي برشلونة الأسباني. محاولات، كرة لعلاء بن راشد، سهلة يا علاء، تصدي من كاتونغا، سريعة تعود للمنتخب المصري. خداع جميل، يو يو يو، ممتازة 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 من سيف الدرع. شوف كرة علاء بن راشد، راح يضطر رافاييل من طلب وقت مستقطع. خداع جميل كان من سيف الدرع نجم نادي الزمالك المصري اللي يسجل ثاني أهدافه الشخصية، وبالتالي يضطر المدرب فاليريو ريفيرا من طلب وقت مستقطع أول في اللقاء في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول. راح نستمع لتوجيهات المدربين. ينتهي الوقت المستقطع الأول في المباراة لمصلحة منتخبنا القطري، الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، ما زال تقدم المنتخب المصري 8-5. كرة ومحاولات، كمال الدين ملاش يحاول، تمريرة ذكية، فرانكيز، كاتونغا كاتونغا يا كاتونغا، كريم هنداوي الأخطبوط يتصدى لكرة جميلة كانت، تمريرة ممتازة لمحمد ممدوح هاشم يسجل منها. هاشم، محمد ممدوح هاشم نجم دينامو بوخارست الروماني، يسجل هدف جميل بما يلان، يضعها من تحت الحارس رشيد يوسف ويسجل الهدف التاسع. إذن كرات سهلة تضيع على منتخبنا، بالتالي راح يكون التغيير كل تأكيد للمدرب فاليريو، نزول لزكار بدلا من فرانكيز. محاولة ملاش، دفاع قوي من المنتخب المصري، أقوى الدفاعات على المستوى الشخصي اللي هو إبراهيم المصري. محاولة ورمية 7 أمتار، دفاع من داخل المنطقة من محمد ممدوح هاشم، داخل كان على رافاييل كابوتي. نعم، يد مصوبة واضحة كانت من رافاييل كابوتي، والتدخل كان من محمد ممدوح هاشم.
آلدر نجم نادي الريان. آلدر المتخصص في رميات السبع أمتار، محاولة أولى، هدف أول لآلدر لاعب منتخبنا القطري ونادي الريان. إذن يسجل آلدر هدف أول لمنتخبنا عن طريق رميات السبع أمتار، بينما منتخب مصر سجل مرتين عن طريق أحمد الأحمر. كرة تعود لمنتخب مصر، هناك تغيير على مستوى الهجوم من المنتخب المصري، محاولات أحمد الأحمر، نزول للاعب أحمد خيري اللي عند الكرة الآن. أحمد خيري نجم دينامو بوخارست الروماني، أيضا هذا اللاعب محترف، هناك أربع لاعبين محترفين وغياب أبرز نجوم منتخب مصر حسن قداح، وأيضا هناك النجم محمد سند أيضا من اللاعبين المميزين الذين كانوا مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو السابقة، عندما حصل المنتخب المصري على رابع الأولمبياد بعد خسارته في برونزية أولمبياد طوكيو من المنتخب الأسباني بنتيجة 33-31، قدم من خلالها المنتخب المصري مباريات جميلة حقيقة استمتعنا من مشاهدتها عبر قنواتكم قنوات الكاس. يوسف بن علي زكر، كرة تعود لمنتخبنا. كابوتشي حلوة من كابوتشي، رافاييل كابوتشي يسجل هدف ثاني شخصي وهدف السابع لمنتخبنا. سيف أو يحيى الدرع، بكار، كرة أولى لبكار، عمر الوكيل نجم نادي الزمالك. عمر الوكيل إذن أو بكار كما يلقب، أضيع كرة سهلة على بكار من الجناح الأيسر لمنتخب مصر، فرصة لتقليص الفارق وتسجيل الهدف الثامن. زكار محمد أو أمين زكار، كمال لكابوتي، يحاول أمين زكار أصويبة ورمية سبع أمتار. انذار ثالث وأخير، انذار ثالث وأخير، هنا كرة ولقطة كانت لأمين زكار، محاولة تصويب بيد حرة كانت من أمين زكار، رمية سبع أمتار ثانية. آلدر أيضا يسجل، آلدر برافو آلدر، هدفين على التوالي لآلدر لاعب نادي الريان، والهدف الثاني الشخصي لآلدر. ندخل في الدقيقة 20 أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان، وما زال المنتخب المصري متقدم على منتخبنا القطري بنتيجة 9-8 في المباراة التجريبية الأولى التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة، سواء منتخبنا في البطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات التي ستقام في الدمام، أو المنتخب المصري واستعدادات لأمم أفريقيا التي ستقام في المغرب بعد تأجيلها إلى شعار آخر. في إيقاف لمدة دقيقتين على أحد لاعبي منتخبنا اللي هو وجدي سنان، إذن كثرت الإيقافات على لاعبي منتخبنا في هذا الشوط الأول. من التدخل نعم القوي على أحمد الأحمر، أحمد لديه خداع مميز أحمد الأحمر بالميلان، ويمتاز أحمد الأحمر بهذا الخداع. كرة ومحاولة مصرية لكاستيلو، يا سلام يا رشيد، رشيد يوسف، عنوان الشوط الأول حتى الآن بالنسبة لتشكيلة منتخبنا القطري. رشيد يوسف، صديات عديدة لرشيد يوسف، جميلة اللقطة الماضية، شوف الفرصة والهدف الضائع على لاعب المنتخب المصري، في خطأ وصافرة كانت من خالد الشيب،
ثوان احتسبها على لاعب منتخبنا كابوتي، بالتالي خطأ شخصي يكلف منتخبنا هدف سهل يسجل المنتخب المصري وهو الهدف العاشر. محاولات كرة لمنتخبنا القطري. إذن هنا كمال الدين ملاش، خداع جميل، يدخل من داخل المنطقة للاعب عمر خالد كاستيلو، رمية 7 أمتار ثالثة لمنتخبنا، والمتخصص كالعادة ألجير اللي واضح على الشاشة. تغيير في حراسة المرمى، نزول لعبد الرحمن حميد حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، حارس صغير السن من مواليد 2000 هذا الحارس، يأتي به مدرب المنتخب المصري روبرتو غارسيا لهذه المباراة الودية التجريبية بعد غياب الحارس الطيار، أيضا الحارس الآخر اللي هو عبد الرحمن حميد. إذا تصدي أيضا من رشيد يوسف، كرة وتقليص الفارق لمنتخبنا عن طريق ألتر. ندخل في دقيقة 23، محاولة مصرية عند أحمد خيري اللي عند الكرة الآن، الأحمر دفاع 3-2-1 لمنتخبنا. محاولات خيري، رمية وصافرة، إيقاف للوقت. هذه كان ممكن أن تحتسبها يا خالد الشيب، دخول خاطئ على اللاعب أحمد خيري، صدر مفتوح ودفاع بدون أي احتكاك كان من يوسف العلي. لقطة مثالية كانت ليوسف العلي. محاولات، هنا الدخول الخاطئ، نعم تأتي الخبرة بصافرة الدولي خالد الهيل. إذن في هذا الدخول الخاطئ على النجم أحمد خيري، نجم نادي دينامو بوخارست الروماني. كمال ملاش، نزول لفرانكيز، ملاش يحاول تمريره لكن في خطأ، نعم تدخل دفاع أعطى إتاحة الفرصة لكن كان هناك خطأ على كمال ملاش. يوسف بن علي يلعب، فرانكيز يحاول تصويبه، يستعلق كرة قوية جميلة على يمين الحارس كريم هنداوي من فرانكيز. أحمد الأحمر، الدرع يحاول لأحمد الأحمر يبحث عن هدف التقدم للمنتخب المصري بعد أن تقدم لفارق 3 أهداف. استطاع منتخبنا أن يتعادل في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول. محاولات خيري، الدرع، أحمد الأحمر يصوب، أحمد الأحمر كرة قوية جميلة يسجل منها بخبرة السنين، شوف وضعها في منتصف مرمى رشيد يوسف ويسجل 4 أهداف الشخصية أحمد الأحمر نجم نادي الزمالك، حاصل على جوائز عديدة على المستوى الشخصي وحامل علم مصر خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في ريو 2016. أحمد الأحمر، كرة جميلة لفرانكيز، بدأ يصوب فرانكيز، وحذاري من تصويبات فرانكيز، شوف التقاطع الجميل اللي كان من كمال الدين ملاش، وهدف التعادل لمنتخبنا عن طريق فرانكيز. تعود الكرة، نزول ليحيى الدرع نجم نادي الزمالك الذي وقع مع فيستريم المجري الموسم القادم. الدرع يحاول لكن مقطوع من دفاعات منتخبنا، برافو.
بدأ يتحسن دفاع منتخبنا في العشر الدقائق الأخيرة من هذا الشوط الأول. بداية متعثرة كانت لمنتخبنا. محاولة لأمين زكار. دفاع 5-1 من المنتخب المصري. متغير. يا سلام يا سلام، تمريرة تدرس من كمال الدين ملاش. كرة جميلة كانت من كمال ملاش لياسين سامي لينزل بدلا من يوسف بن علي. ركز. محاولة مقطوعة للمنتخب المصري عند أحمد خيري لأحمد الأحمر. دبل دريبل في صافرة من الدولي خالد الهيل. راح نشوف دبل دريبل. يعتذر الحكم خالد الهيل لمدرب مصر، يقول له انا تاخرت بالصافره لكن هي دبل دريبل. نعم تحدث تحدث من حكام كرة اليد احيانا ان يتاخر بالصافره، لكن يجب ان يكون شجاع ويعود للقرار. احمد الاحمر ياو، لو سجلت يا احمد. كره جميله صوبها احمد الاحمر بكره مبرومه لافه على المرمى لكن خرجت خارج المرمى. ترجع الكره لمصلحه منتخبنا مره اخرى. كابوتي فرانكيز فرانكيز لياسين لكابوتي. امين زكار يحاول. امين راح يصوب يغير رايه. دفاع قوي من المنتخب المصري. باقي دقيقتين وعشر ثواني على نهايه هذا الشوط الاول. التعادل ما زال 11-11. فرانكيز كابوتي كابوتي غير رايه. فرانكيز صافره. خطا تكتيكي من دفاع المنتخب المصري. ايقاف للوقت ومسح لارضيه الملعب لسلامه اللاعبين. قلت منتخبنا راح يلعب ايضا مباراه اخرى مع المنتخب المصري يوم الخميس القادم، وايضا هناك مباراتين تجريبيتين مع المنتخب العراقي في اول الشهر القادم في يناير. كمال لكابوتي. كره تعود لمنتخبنا القطري عند رافائيل. رافا رافا لكمال ملاش. خداع والتصدي من كريم هنداوي. سريعه تعود للمنتخب المصري عند الدرع. الدرع راح يبحث عن خيري ويسجل بالعافيه. خيري احمد خيري نجم المنتخب المصري. احمد خيري لاعب خطير ومراوغ يمتاز بالاختراقات والتحرك بدون كره. يسجل اول اهدافه احمد خيري نجم نادي دينامو بوخارست الروماني ويتقدم المنتخب المصري. باقي دقيقة. محاولات أحمد مددي كابوتي وهنداوي هنداوي هنداوي. مباراة الشوط الأول للحراس سواء رشيد يوسف أو كريم هنداوي. أحمد الأحمر محاولة للدرع لأحمد خيري على الجهة اليسرى. الدرع في المنتصف يحاول ورمية سبعة أمتار وفي عقوبة إيقاف دقيقتين. تدخل على اليد المصوبة كانت من ياسين سامي او من وجدي سنان. شوف الشد من الخلف اثناء التصويب لثاني مره. وجدي سنان يخرج الايقاف لمده دقيقتين. رميه سبع امتار ثالثه للمنتخب المصري. احمد الاحمر احمد رشيد واحمد الاحمر. ثلاث اهداف لاحمد الاحمر من رميات سبع امتار والهدف الخامس الشخصي لنجم المنتخب المصري صاحب ال 37 عام. جانب من الجماهير المتواجدة المصرية في صالة التحيل. كرة تعود لمنتخبنا وفرصة لتسجيل آخر أهداف هذا الشوط ربما لمنتخبنا. ملاش لأمين زكار. أمين كرة لعلاء الدين بن راشد لأمين زكار مرة أخرى. أمين تصويبة واستعجال من أمين زكار. متابعة ممتازة 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 من
المتابعة الرائعة اللي كانت من علاء بن راشد لياسين سامي، أو هذا مروان ساسي اللي مررها لياسين سامي اللي سجل الهدف رقم 12 لمنتخبنا بهذه الكرة الجميلة التي صوبت من رمية 7 أمتار تقريبا. إذا شوط أول ينتهي بتقدم المنتخب المصري 13 مقابل 12. لا تذهبوا بعيدا، نعود للاستديو التحليلي لزميلي مشعل شاكر وضيوف الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، عودة مجددا أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان مع الشوط الثاني من لقاء منتخبنا القطري مع المنتخب المصري الشقيق في هذا اللقاء الودي التجريبي الأول ضمن استعدادات كلا المنتخبين، سواء منتخبنا لبطولة آسيا أو المنتخب المصري لبطولة أفريقيا. كرة أولى ومحاولة كانت لمنتخبنا وضياع أول كرة، أيضا تضيع كرة أخرى على المنتخب المصري في بداية هذا الشوط الثاني. نذكر بمن التحق في هذه اللحظات بأن الشوط الأول انتهى بتقدم المنتخب المصري 13 مقابل 12. برز حقيقة في الشوط الأول من المنتخبين حارس مرمى منتخبنا رشيد يوسف أو الحارس المصري العملاق كريم هنداوي كاتونغا. كرة وتشكيلة مغايرة لمنتخبنا نوعا ما بدخول ألدر على الظهير الأيمن لمنتخبنا. حاول فرانكيز تمريرة ليوسف بن علي، ولكن دفاع من المنتخب المصري. إبراهيم المصري أحد أفضل المدافعين على مستوى العالم، شاهدناه مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو. كرة تضيع بخطأ شخصي على رافائيل، سريعة تعود المنتخب المصري وكاستيلو. كاستيلو عمر خالد يسجل هدف آخر للمنتخب المصري وهدف ثاني لكاستيلو. هذا عمر خالد نجم الأهلي المصري اللي واضح على الشاشة، يسجل الهدف 14 لمنتخب مصر. دخول محمود زكي نجم نادي الغرافة. ألدر يحاول كابوتي لألدر، يبحث عن هدف التقليص منتخبنا. رافا في خطأ وشد من الخلف لإبراهيم المصري. شاهد نعم شد من الخلف واضح على إبراهيم المصري، سحب من الخلف وعقوبة الإيقاف دقيقتين على إبراهيم المصري نجم النادي الأهلي. إبراهيم المصري واضح على الشاشة، 32 عام لإبراهيم المصري، 1.92 متر، من مواليد 1989 إبراهيم المصري. محاولة يوسف بن علي، يا بن علي، يوسف بن علي، كرة سهلة تضيع بتصدي من كريم هنداوي، صحوة من الحارس كريم هنداوي، وكرة غريبة.